أية إدعاءات تلك التي أشارت إلى سلمية المعتصمين في دوار مجلس التعاون؟ أية مزاعم يحاول أن يروجها البعض بأن للمعتصمين الحق في التعبير عن آرائهم بهذه الطريقة اللا إنسانية؟ ألم يعلم هؤلاء أن للتظاهر في أعتى الدول الديمقراطية أصوله وقواعده التي يجب الالتزام بها؟ لماذا تلقى الاتهامات جزافا ودون روية أو حتى تحقق بأن الأجهزة المعنية هي المسؤولة دوما في مشهد أصبح فيه الضحية هو الجاني؟ ألم يكن غريبا أن يرفض من يزعمون بسلمية اعتصاماتهم الدعوة التي أطلقها رجال الأمن قبل تدخلهم الاضطراري إلى الانسحاب بهدوء وإخلاء الدوار؟ لماذا يحمل هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم بالسلميين أسياخا وقطعا حديدية وفؤوسا يستخدمها القصابون فقط؟ هل قذف الحجارة وإلقاء القنابل الحارقة يمكن أن يعبر عن السلمية التي يتشدق بها هؤلاء؟ ألم يكن من الأجدر بهم أن يستجيبوا للنداءات التي طالبتهم بإخلاء الدوار بدلا من محاولة تفجير أنابيب الغاز وإضرام النار في الخيام التي نصبوها وحولوا بها الدوار إلى ملتقى للسمر والتجوزات الأخلاقية؟ أليس غريبا أن يتعرض أحد عناصر قوات الأمن إلى هذا الاعتداء الوحشي إلى درجة التمثيل بجثته دون اعتبار لآدميته ودون مراعاة الدقة في نقل حقيقة دهس المتظاهرين له؟ تساؤلات عديدة تثيرها تلك الحقائق الواقعية التي تبث عبر الشاشة الآن، وتثبت بما لا يدع مجالا لأي شك أن ما حدث في الدوار من جانب من سموا أنفسهم بالسلميين وما هم إلا على العكس من ذلك لم تكن إلا محاولة للضغط والابتزاز للدولة والمجتمع على السواء، بل وإرهابهما لأغراض أخرى ستكشف عنها نتائج التحقيقات التي ستعلن قريبا. كم كبير من المغالطات المضللة التي بثتها بعض وسائل الإعلام المسيسة، ولا نقول المحرضة وإن كانت بالفعل كذلك، وتجعل أي مراقب حيادي للوضع في البحرين والمنطقة عموما في حيرة من أمره بشأن البواعث التي تدفع هؤلاء إلى قلب ولي الحقائق لغرض لم يعد خافيا على أحد، رغم أن اللقطات المصورة تشير إلى أن كل الإدعاءات التي بثت عبر بعض الفضائيات ما هي إلا محض كذب وافتراء. وتظهر المادة التلفزيونية المذاعة الآن عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار عند قراءة الأحداث الأخيرة، وهل كان يسهل على المملكة وأجهزتها المسؤولة أن تتجاهل ما يحدث على أرض الدوار؟ أم كان ضروريا أن تتدخل انطلاقا من مسؤوليتها أمام مواطنيها والمقيمين على أراضيها؟ أول هذه الأمور يتعلق بالطرف البادئ بالاعتداء. إذا بدا واضحا أن السلطات المعنية لم تقم إلا بالدور المطلوب منها. الجمهور على الجمهور أن ما يبقى في هذه المنطقة. هذه منطقة ممنوعة بنص القانون، ومخالفة القانون يعاقب عليها، ويجب فض الموقع حالا. جمهور يجب ترك الموقع حالا، وكرر هذا الموقع يجب تركه حالا. وعندما قامت بذلك استوفت كافة المعايير اللازمة في التعامل مع المعتصمين والتي تحددها المواثيق الدولية الأمنية الموضوعة في هذا الشأن، حيث النداءات عبر مكبرات الأصوات لإخلاء الميدان بهدوء وعدم التعامل بالقوة مطلقا. Thank you.
رغم الاعتداءات المستمرة والمتكررة وإلقاء الحجارة على عناصر قوات الأمن وتوجيه آليات الشرطة لمجرد إزالة الحواجز وفتح الطرق وإطفاء النيران التي أشعلها المعتصمون فيما خلفوه وراءهم في الدوار. ثاني هذه الأمور يرتبط بذلك التربص الذي أبداه هؤلاء الذين يدعون بسلمية مطالباتهم عندما رفضوا الاستجابة لنداءات قوات الأمن، حيث الاختباء كاللصوص فوق الجسور لإلقاء الحجارة والتغرير بصغار السن للدخول في مواجهة وارتداء أقنعة لتغطية الوجه دون سبب واضح، اللهم إلا إذا كان هناك غرض آخر لممارستهم، وهو بالتأكيد بعيد تماما عن فكرة السلمية، ناهيك بالطبع عن تلك الأسلحة البيضاء التي عثر عليها إثر إخلاء الميدان، حيث الفؤوس وأسياخ الحديد والقنابل الحارقة المولوتوف. ثالث هذه الأمور يتعلق بالضرورة التي اقتضت من قوات الأمن أن تعمل على سرعة التدخل، وذلك لفض الاعتصام، وهي ضرورة اقتضتها ليس فقط للظروف الاقتصادية ولا حتى الأمنية رغم خطورتهما، وإنما المخاوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة بعد أن ثبت قيام المعتصمين بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وبسلب المؤسسات المجاورة ومنها مستشفى السلمانية نفسه، حيث عثر في الدوار بعد إخلائه على أنابيب الأكسجين الخاصة بالمرضى وأدوات طبية أخرى. رابع هذه الأمور يختص بأسباب تحويل المتظاهرين للدوار إلى مكان للقاء والسمر وبعض الممارسات الخاطئة التي لا تعبر إلا عن غرض في نفس يعقوب، فإضافة إلى تعطيل مصالح البلاد والعباد ووقف حركة الشارع الطبيعية، فإنها تخرج بالاعتصام عن الهدف الذي يرفعه هؤلاء للتعبير عن سلمية تظاهرهم. إن كان ذلك صحيحا، فإن تقع هذه السلمية عندما نجد مولدات كهربائية وأسرة ومخادع للنوم وخيما مغلقة وما إلى ذلك. إن الصورة المرفقة بكل تفاصيلها ليست بحاجة إلى الشرح والتفصيل، وتكشف زيف الإدعاءات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام التي يحق لأي بحريني أن يلاحقها قانونيا وأن يدعي عليها قضائيا من المكان الذي تبث منه.